احنا قلنا ان الموقف بتاعنا موقف مبدئي وطني، انا مانيش نستنى في المحور بتاع الامارات وغيرها باش نجي نقول راني ضد الاخوانجيه. الموقف هذايا استمده من شرعيه تاريخيه تونسيه ومن معاينه كما قلت لك للحكم بتاع الناس هذم لتحركاتهم. طبعا الحزب الدستوري اللي اليوم عمره 100 سنه باش نحتفلوا به عام 2020 كان حزبا مناهضا للاخوانجيه بمفهوم الاخوان المسلمين. انا عندي الشرعيه هذه لاني انا اليوم الحزب الدستوري الحر في نظامي الاساسي المودع، لانه انت باش تصنف الاحزاب مش بالنوايا ويحسن النوايا، بالانظمه الاساسيه نتاعها المودعه لدى السلطات المعنيه اتبنى الموروث الدستوري من 1920 الى اليوم بكل ما فما حتى حد يتبنى هذا الموروث. عندك حزب المبادره لتراسه كامل مرجان، عندك عمره ما كان حزب الاشتراكي الدستوري، ثم عشرات الاحزاب سيده عابر موسي، عشرات الاحزاب اللي تكونت. يعني علاش انت تعطي نفسك الشرعيه وتقول ان الحزب هذا هو الوحيد اللي عنده اللي ورث الشرعيه التاريخيه؟ هذاك المغالط. خلي نجاوبك عاده، انت تحبني انا نجاوب ولا تحب تعطي رايك؟ رايك انت غلط، انا مش نجاوبك. كلام غلط. لا كلامي صحيح. لا كلامي صحيح، خلينا نتفاهموا. احنا الحزب الوحيد، جيبوا الانظمه الاساسيه الكل تاع الاحزاب، الحزب الوحيد اللي متبني صراحه في نظامه الاساسي الموروث الدستوري من 1920 الى اليوم. اللي خلينا نكمل الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه على روبريك اخرى، الحاجه الثانيه اي يلزمني نواصل. الحاجه الثانيه، الحزب اللي كنت تحكي عليه المبادره تكون قبل ان يتم حل التجمع، وفي نظامه الاساسي وفي مرجعيته لم يشر الى انه حزب دستوري، وخرج رئيسه قال انا دستوري وحزبي مش دستوري. هذه الثانيه. الثالثه، الاحزاب اللي بديت توا تسمي فيها، خليني نكملك. حتى عندي اليوم المكتب السياسي نتاع حزب المبادره عندي اليوم محمد غرياني، خليني عاد نكمل، خليني نكمل. ينجتوا في التجمع. هويه الاحزاب لا تقاس بالاسماء والاشخاص، هويه الاحزاب تقاس ببرامجها وباعلان مرجعياتها. انت عندك برنامج اليوم؟ طبعا عندي برنامج طويل وعريض، واول مشروع الدستور هذا. يعني نكملك النقطه الثالثه، يعني احتكار، نكملك النقطه الثالثه، او اللي تسميه انت شرعيه تاريخيه. نكملك النقطه الثالثه، انا هذا يعطيك الحق. نكملك النقطه الثالثه، تسلم الاحزاب الاخرين على انها احزاب غير دستوريه. نكمل النقطه الثالثه، هذا كلام انا راهو المواطن، انا المشاهد قاعد يسمع فيا. احنا نتحاوروا، قاعد فعلا معك. لا ماكش تفاعل، انت قاعد تسال وتجاوب روحك وحدك. لا انت انا نجم توا نسكت وتكمل، انت جاوبك وحدك. انت عندك افكار معينه اليوم تحب تقولهم، اي مثال تقولهم؟ قاعد نتفاعل معك. خليني نجاوب. أول مرة أنت حواراتك بيدي. ليه ما جاوبتش؟ قلت لك أنا النقطة الأولى عطيتها لك، خنكمل الثالثة. الأحزاب اللي الناس اليوم تحب تقول أنه فما أحزاب دستورية، احنا مشينا وعملنا محضر بعدل منفذ، محضر قانوني، وذايا سيوجه إلى الوزارة في أنه ما فماش الأحزاب هذه على أرض الواقع. فما عناوين مذكورة لدى الوزارة، وكي تمشي لا تلقى المقرات، لا تلقى اللافتات، لا تلقى المكاتب، لا تلقى النشاط، لا تلقى حتى شيء. إذا بتندات خلايا نائمة محطوطة، انهارت لتجي الانتخابات. ونحبوا نشوشوا اليوم على الحزب الدستوري الحر ونقولوا له ماكش أنت اللي تمثلت سيطرة، نجبدوا له هذا وهذا وهذا. كملت. تفضل. خلينا نتعداو ركن آخر اسمه صحيح ولا غلط؟ تفضل. سيد عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، باش نعطيك مجموعة من سميهم أجوبة، سميهم كما تقول أنت، معناها سؤال جواب، وقل لي صحيح ولا غلط. عبير موسي ما نراوهاش في المناسبات الرسمية في قصر قرطاج، لأن الرئاسة ما توجه لهاش دعوة رسمية للحضور، وسبب أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يكره عبير موسي ويكره حزبه. أنا ما توجدش طبعا لأنه ما تمش دعوتي لهذايا. يكره ولا ما يكرهش هذاك ما نعلموش، أنا يعلمه إلا الله. وين نعرف أنا يكره ولا ما يكرهش؟ كره أنت تحكي توا على القلب، ما دخلتش في قلبه أنا. أما ما يتمش دعوتنا، هذايا صحيح. حتى دعوة ما وجهتنا، حتى دعوة ما توجهت لنا من رئيسة الجمهورية في أي مناسبة وطنية. لا يهمنا ذلك. ما هزيش تليفون نهار واضح، لأنه هذه المنظومة تريد أن تتعامل مع من انبطحوا لها ومن قبلوا بها. احنا مانيش قابلين بها المنظومة، مش قابلين بالانصهار في وسطها، مش قابلين بالتعامل مع الأطراف اللي احنا نعتبروها اليوم يلزمها تكون خارج اللعبة، وبالتالي لا تتم دعوتنا عادية. نجم تتخيل المشهد في البرلمان التونسي بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019، تنجم تتخيل المشهد؟
يمكن انتم تتواجدوا ببعض مقاعد ما عرفش قداش و باغلبيه المقاعد ان شاء الله. لمالي علاش لا؟ كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. انتم تصدمتوا والمفاجاه لا ما تصدمش انت وتلقى روحك مع نواب من حركه النهضه ونواب من اداره تونس وربما نواب من تحيه تونس ومن بعض الاحزاب الاخرى. ما تنجموش تحكموا في نظام برلماني وانت تعرف استاذ القانون النظام السياسي التونسي هو نظام برلماني مش نظام رئاسي. تنجموا تلقاو روحكم مجبرين على التحالف ربما مع نواب النهضه، ربما مع تحيه تونس، او ربما مع نداء تونس، او مع الجبهه الشعبيه، او مع ربما التيار الديمقراطي. ليه؟ ممكن هذا ليه شوف ما تحالفوا مع حتى حزب. التحالف مع الخوينجيه انساه. بقيه الاحزاب. بقيه الاحزاب احنا قلنا موقفنا، لانه اذا كان تونس. احنا لحظه احنا حزب تحيه تونس لحظه عاد خلينا نجاوب. ماهيش مشكلتي حزب شنو اسمه، مشكلتي التصويت. إذا كان كنا احنا في المرتبة الأولى وباش نكونوا حكومة، سنطرح حكومة بدون خوينجية. إذا كان الأطراف اللي تحكي عليها هذه مشيت معانا في التصويت هذايا لا نرى أي إشكال، إذا ما مشيتش معانا الشعب قاعد يشوف فيها إيش عملت. إذا كان ما عندناش أغلبية كي تطلع أقلية ما عندناش أغلبية سنلتزم حق الفيتو. سنستعمل حق الفيتو ونبقى في المعارضة طبعاً ونقوم بدور كبير وجبار وسترونه وتو تشوفوه كيفاش باش يكون دورنا. كان نحكمه باش يكون دورنا كبير وكان نعارضه باش يكون دورنا كبير، لكن التخلي عن مبادئنا ونقولوا على غالب للمواطن ما عندناش احنا اللغه هذه ما عندناش. انتم يظهر لي بالخطاب هذا وبالوعود هذه سيد عبير موسي باش تحطوا الاسلاميين في الحبس وباش معناها باش تحلوا احزاب ويعني اذا كان بالخطاب هذا يعني بصراحه معناها باش تكون المده الانتخابيه نتاعكم اذا حكمتوا باش تكون مخيفه، باش تكون مده انتخابيه باش ترجع للتوانسة نظام سياسي ديكتاتوري. نجم نجاوبوا لهنا وما يلزمكش تقص عليه. لانه نسمع فيه هذايا حتى من هالنهارين هذوما باش تحطنا في الحبس، باش تحطنا في الحبس. شوف اللغه دي نتاع الضحايا راه ما عادش تنطلي على الشعب التونسي باش تحطنا في الحبس. انا كلامي واضح وصريح، انا اليوم قبل ما ندخل للحكم عندي ثلاثه شكايات مصبوبين امام القضاء التونسي ضد تنظيم الاخوان في تونس، وذوما انا مانيش باش نسكت عليهم باش نواصل المطالبه بفتحهم. هذه حاجه. الحاجه الثانيه احنا شقلنا؟ قلنا نطبق القانون. وليت في البلاد هذه اللي يقول يطبق القانون تولي عنده حمله ضده؟ اذا كان الناس هذوما منسوب لهم لحظه لا مش قضايا سياسيه لا 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 بالحجه والبرهان، ونحن نطالب بالمحاكمات العلنيه. خلينا نقول لك حاجه، نحن نطالب عليكم نحن نطالب بالمحاكمة العلنية بحل التجمع الدستوري. مش هذيك محاكمة، هذيك محاكمة فضيحة، هذيك محاكمة وصمة عار، لأنه أكثر من اللي صار في لسان الدفاع، أكثر من اللي صار المحكمة لا عملت اختبارات ولا عملت حتى شيء. يا سيدة عبير شوف خليني نواصل، شككت في ذمة وقتها المسؤولين في الحكومة، لأنه وقتها كانت الظروف كلها استثنائية والقضاء كان مضغوط عليه. أنا سمعت خليني نتكلم أنت شككت في ذمة المسؤولين والوزراء اللي وقتها كانوا في الحكومة، قلت مضغوط عليهم ومكرهونا، وتوا تشكك في ذمة القضاة اللي انتصبوا وقتها باش يبتوا باش يحكموا في ملف في قضية حل التجمع. خلي نجاوبك، أنت وقت اللي شفت طرف شوية من الفيديو اللي موجود اليوم ويدور على شبكات التواصل الاجتماعي، هذيك ظروف نتاع محاكمة؟ هذيك ظروف ينجم يكون المحامي يخدم خدمته والقاضي يخدم خدمته. جل المحاكمات القاضي حلوا عليه الباب نهار 9 مارس، أنا نستناو فيك صدر الحكم. راهو جل المحاكمات اللي صارت سواء في المحكمة الابتدائية أو في المحكمة العسكرية الكل صارت في الأجواء هذيا. أيوا هذيا أجواء مشرفة، هذه محاكمة عادلة. ثورة ليس ما فماش ثورة، ثورة ما فماش ثورة، فما فوضى. انت تقول فما فوضى، انت تقول فما فوضى، انت تقول ما ثماش ثورة، فما فوضى وعن جهية، صارت ثورة و فما فوضى وعن جهية، وصفت بثورة الياسمين، والثورة من تحدث عليها اللي كل العالم، من تعرف والثورة اللي التونسية تحولت، سامحني خلينا نتكلم، تحولت نخرج إلى نتكلم انت درس، نخرج نتكلم انت درس يدرس في كل بلدان العالم. لا لا ما تقطعش حوار، خليك تتكلم، خليني انا نتكلم، ما خليتنيش، خليني نتكلم معاك شوية على الأقل، خليك
تتكلم. انت سالتني قلت لك انا طالبه. ليه سامحني انت ما خليت شو سامحني انت ما خليت انت ما خليت حتى فكره توصل للمواطن. هك قلت افكارك انت ما خليت حتى فكره انت توصل. انت قلت ما هيش ثوره. خلي نكمل. انا جاوبتك قلت لك راهي ثوره. انا جوابي ماهوش على ثوره ولا عدم ثوره. باختصار انا جوابي على حكايه الحطان في الحبس. احنا قلنا انه من اذنب من اجرم من سفر شبابنا لبؤر التوتر من ضلع في الاغتيالات من بيض الارهاب القضاء يحاكمهم ونطالب بمحاكمه علنيه. كنت تشكك في نزاهه والقضاء توا قلت احنا معناها قلنا اليوم يعني في قضيه حل التجمع القضاء معناها القضاء مضغوط عليه مش في تلك الظروف احنا طالبين المحاكمه. اليوم طالبين انه تتوفر الظروف نتاع المحاكمه العادله. خلينا نكمل هم بيدهم نفس القضاء. خلينا نكمل. ليه ليه سامحني انت محامي. الظروف اليوم احنا اش طالبين؟ طالبين انه تكون محاكمه علنيه تعديها التلافز، وبالتالي المتهمين كي يجيو لا يقولوا ضربونا، لا يقولوا عطونا في الكاف، لا يقولوا عذبونا ولا يقولوا حتى شيء، يجيو معززين ومكرمين، يدخلوا لقاعة المحكمة، سامحني، قاعة المحكمة تكون فيها محامين وما فماش وراهم ناس تضرب الصباط وإلا ناس تنتش في شعار المحامين، ويكون القاضي منتصب دون ضغوطات ويعطينا الحقيقة، من أذنب ومن شارك في الإرهاب ومن أسال الدم التونسي ومن سفر شبابنا البؤر التوتر ومن ظلع في كل العمليات الإجرامية القانون يطبق عليه. ذولي واضح ثم قضايا توا متعاهد بها القضاء التونسي ما خلاوهش ينظر في فيها شبكات التسفير. لا 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 سامحني فما احكام. احنا قدمنا قضية صدرت بالإعدام السيدة عبير وانت محامية مازال ما تعهدش بها ثم اكثر من 1000 عنصر ارهابي تونسي موجودين في السجن القضايا اليوم. اللي قدمناها احنا مازال ما تعهدش. وعندك قضية الجهاز السري كيف كيف عند التحقيق اليوم. التحقيق. شوف انا قدمت 3 قضايا نحكي على القضايا اللي قدمتهم انا. قضيه ما تحركتش قضيه ما تحركتش جمله فيها 14 فيديو وفيها محضر عدل منفذ ما تحركتش. علاش حسب رايك؟ لانه اليوم ما فماش نيه لمحاسبتهم. اليوم كي مشينا لوزير العدل كي مشينا الغازي جريبي وزير عدل قلنا له استعمل صلاحياتك في قضيه التمويل الاجنبي وانت كوزير عدل اليوم اليوم نحكي لك انا 2017 وزير العدل رئيس النيابه 2000 ماهوش رئيس عنده سامحني عاد عنده نص سامحني عاد عنده نص قانوني يمكنه طبعا طبعا يمكنه من انه يمارس صلاحياته ولما تبلغ الى علمه جريمه. شعمل قعد 4 شهور ما جاوبناش ومن بعد بعثنا المدير النزاعات الجزائيه قال لنا يسلم عليكم سي غازي وقال لكم برا قوموا على المسؤوليه الشخصيه. علاش التهرب من فتح القضايا؟ احنا طالبين انه يترفع الرهن على القضاة وتترفع الضغط على القضاة تفتح الملفات محاكمات عادله ويطبق القانون. هذه المعركه ولا. ما هيش معركتكم سيد عبير. لا معركتنا سامحني. لا معركتنا لا معركتنا خلينا نكمل معركتنا. خلينا نتكلم تفضل خلينا نتكلم معك تفضل. القضايا هذه والملفات هذه المتعلقه بالتنظيم السري وكذلك اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وغيره من تسفير الشباب وكذلك قضايا وتبييض شبكات التسفير والانتماء لتنظيمات إرهابية وكذلك قضايا التعذيب. هذه قضايا طرحتها الجبهة الشعبية أحزاب الجبهة الشعبية وطرحتها بعض الأحزاب الأخرى. أنا نحكي على القضايا نتاعي اللي قدمتها. أنا من حقي ولا لا ما جيناش توا موجودين من أول الدنيا. توا جيتوا احنا عندنا 100 سنة موجودين. لا سيدة عبير لا مصحيح. عندنا 100 سنة موجودين. عندنا 100 سنة موجودين. مصحيح. جذورنا ترجع 100 سنة. القضايا هذه طرحتها الجبهة الشعبية. احنا قدمنا في 2017 طرحها حزب الوطد وطرحها حزب العمال. في 2017 توا وكذلك الأحزاب البعث والأحزاب القومية توا طرحوها وحركة الشعب توا طرحوها عاد ما تحرفش الواقع. هذا التاريخ توا طرحوه الجهاز السري في 2018 احنا قضايانا من 2017 قضايا التعذيب قضايا التعذيب شحالنا في التعذيب توا نحكيو على القضايا ضد الاخوانجية. قضايا التعذيب مطروحه من زمان نحكيو على قضايا ضد الاخوانجية نحكي على التسفير نحكي على الارهاب نحكي على العلاقه مع اتحاد المسلمين اللي فتاه باهدار الدم نحكي على التمويل الاجنبي قبل ما تتكلم من 2017 ما افتحهاش ما تعهدش بها مصحيح كان جا تعهد بها راه قال لنا اتصال القضاء توا انا نعطيك قضايا انا مباشرتهم
انا بشرتها وتحدث عليها مشاهير شكري انا بشرتها مش دخلنا في شكري بالعيد 2017 عملنا قضايا ايش دخلنا في هذا كان واحد من قيادات حزب الوطن الوطني الديمقراطي وتحدث على شبكه التصفير ايه؟ وين القضايا وين مقالها وتحدث على الارهاب وين مقال القضايا وتحدث على خطاب التطرف مقال القضايا وينها ما يهمنيش في الحديث البلاتوات ايه؟ مقال القضايا وينها حبيت اقول لك مش شيء جديد نقول لك شو اللي صار في القضيه نقول لك شو اللي صار في قضية التسفير تم فتح بحث أولي هذه سابقة احنا ولينا رافعها عند القضاء ما عادش يحل التحقيق ويظهر لي عمل نفس الشيء في الجهاز السري يمشي لك بحث أولي تمشي للعوينة تقعد 8 سوايع وانت تبحث وتقدم في مؤيداتك ومن بعد يهزوا هذاك الكل يحطوه عند قطب مكافحة الإرهاب عندنا 6 شهور وإحنا ماشيين جايين على سي سفيان السليتي ما زلنا ما نظرناش ثم هيئة دفاع عن الشهيدين هي مانيش نحكي على الشهيدين هي اللي تقدمت بالقضية مانيش نحكي على الشهيدين أنت غلط أنت غلط مانيش نحكي على هذيك كذلك بالغرفة السوداء مانيش نحكي على هذا أنا قلت لك قدمت قضية في 2017 ضد تنظيم حركة هذه اللي تسميوها نهضة وتقدمت في 2018 بقضية ضدهم مانيش نحكي على الجهاز السري الجهاز السري توا تمت إثارته احنا هذا احكيناه من 2017 وحتى حد ما يحب يفتحه عبير موسي تقتات هذا كلام قاله واحد من الصحفيين في إديتوريال عبير موسي تقتات من كل فشل إضافي لمنظومة الحكم ومن اتهامات النهضة بالتنظيم السري يعني كل ما تزيد الاتهامات للنهضة كل ما يزيدوا أنصار عبير موسي صحيح ولا غير؟ ما هوش بهذه البساطة وهذه طرح ساذج سامحني مع هذي كلام هذي كلام ناس قالته زياد كريشان رئيس تحرير سامحني مع كامل احتراماتنا شخص محترم مع كامل يعني. احتراماتنا الطرح هذي طرح ساذج وأولي لأنه ليه خليني نجاوب عنه كهو فلتجاوب كلمتك جاوبت مازلت ما جاوبتش تفضلي لماذا اعلل الجواب ما هو من حقي نعلل الجواب اي انت محاميه وتعلم لكي لا اتهم اني ما نحترمش الاعلاميين لا لا ميسالش ما اقنعتكش انت ربما تقنع الراي العام ما فيهاش منطق ربما تقنع الراي العام وتقنع انصارنا ميسالش شوف الطرح هذايا نتاع تقطيت وكلمه تقطيت والساعه وكاني انا قاعد كالطير هذاك اللي قاعد يلوش في الجيفه باش يقطيت ليه احنا رانا حجر الواد احنا انتوما الحاجه اللي ما يحبوش الناس تظهرها انه تسيطر شكون طلع نداء تونس في 2014 سامحني شكون طلع نداء تونس في 2014 التجمعيين والدستوريين هما العمود الفقري مع طبعا المثقلين مع المثقلين اللي يحملوا الفكر البرجيبي هذوما راهم بعشرات الالاف ومئات الالاف موجودين طبعا هذوما موجودين اليوم كناخبين فيهم عدد كبير منهم اليوم اقتنع بمشروع الانقاذ الذي نطرحه بدايه من تغيير الدستور وتغيير النظام السياسي ثم الشروع في الاصلاحات انت قلت لي في الكواليس نحكي وقلت لك عندكم برنامج قلت لي عندنا برنامج طبعا يعني برنامج اقتصادي طبعاً. اجتماعي يمس تقريبا كل المجالات طبعا باش اعطيك بعض المؤشرات خلينا نخرج شويه من جو السياسه وجو طبعاً. النهضه والقضايا والجهاز السري وغيره يعني باش اعطيك بعض المؤشرات وقل لي معناها مش على شكيله المناظرات نتاع بين المعاهده ايوه لانه اللي بالطبيعه ما المناظرات ماني نعرفها عاد الناس تنست بها عندكم انتوما قديش نسبه العجز قديش نسبه الميزانيه قديش نسبه لي سامحني هاني نقول لك من توا لي سامحني سامحني رئيس حزب خلينا نجاوبك رئيس حزب ودخل انتخابات اي داخل انتخابات خلينا نكمل لك خلينا نتكلم ودخل انتخابات على انتخابات تشريعيه ورئاسيه من المفروض يبدا عندك برنامج ويفترض جدلا ان رئيس الحزب يكون على بينه وعلى اطلاع على يعني كل تقريبا المؤشرات المتعلقة بالوضع الاقتصادي يعني وانت تعرف انه رئيس الحزب معناها يحضر في حوارات طبعا وبالضرورة يزمو يحفظ بعض الارقام وهذا ما فيش جدل يعني ما يشلهي مناظرة بين المعاهد ولا استنقاص من قيمته ولا محاولة لاستفزازه لا سامحني انا ما نعرفش باش تسال اما خلي نجيب سامحني حبيت نسالك على نسبة التضخم في تونس اليوم عبير خلي نخرجك شوية من جو خلي نجيب الساعة النقطة هي حبيت نخرجك شويه من جو السياسه والنهضه في الجو الاقتصادي خلينا نجيو على النقطه هذه خلينا نمشيو مباشره خلينا نمشيو للنقطه هي خلينا نجيو جاوب باختصار خاف من اجوبتي ولا شنو مانيش خاف ما تطول برشا في اجوبتك ليه ما انت ما تعطينيش خلينا نجيو شوف اليوم وقت اللي نحكيو على وضع
الاقتصادي، خلينا نكونوا واضحين، لانه كل مجال عنده المختصين نتاعو، لانه كي تجيب محامي وتقول له شنو الفصل 250 يقول من المجله الجزائيه، يلزمو يجي يقول لك. وقت اللي تجيب خبير في الاقتصاد يلزمو يكون عنده الارقام حافظها. فما فرق سامحني، فما فرق ما بين سياسي، لحظه عاد، فما فرق ما بين سياسي انه اليوم يتابع في صياغه البرنامج نتاع الحزب، ويتابع عمل الخبراء اللي قاعدين يخدموا في برنامج الحزب. وتنجم تسالني شنو الحزب دقيقة عاد، ما كنتي ملمه، خلينا نكمل الجمله. انت في انت في الخطابات نتاعك الاجتماعاتك العامه تحكي على مشاكل الناس وتقدم في طرح طبعًا جديد طبعًا، وتقول انك يعني كي باش تحكم ومن تو من قبيله قلت لي راهو احنا مش نطلعوا اغلبيه ان شاء الله. دونك دو 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 عندك مجموعه من الاصلاحات، جمله من الاصلاحات طبعا، اسالني عليهم وانا نجاوبك. اسالني على الاصلاحات اللي تنوي باش تقوم بها في المجال هذا والمجال هذا والمجال هذا. هذا ما يمنعش انه فما بعض، فما ارقام عامه، فما ارقام تحفظها وفما ارقام ما تحفظهاش وماكش مجبر انك تحفظها. هلا احب نسالك اليوم، تفضل نعطيك شحاب احتياطي، احتياطي العمله نتاعنا اليوم قداش؟ يتأرجح قداش؟ يوصل 82، يهبط 77، يطلع 86. اي اي هذيك يتأرجح. نسبة التضخم اليوم في تونس قداش السيدة عبير؟ هو 7.8، لكن رئيس الحكومة مؤخرا وقت اللي بدل لي زانديس نتاع البانيي كيفاش يخدم، قالوا انه هبط 7.1. حسب المعهد الوطني للإحصاء 7.3. اي اما هو 7.8 وهو احنا عندنا مشكلة في تونس، احنا عندنا مشكلة في تونس اسمها العجز التجاري في تونس. اي قداش يبلغ؟ على الاقل يعني حسب احنا خرجنا في 2018 ب 19.3 مليار دينار عجز، وصلنا قداش يبلغ عجز ميزانيه الدوله سيد عبير الموسي؟ ليه ما نستحضرش الرقم؟ ما تستحضرش الرقم هو 2643. ما عنديش علاش باش نحلم انا 2000 قداش مليار. اما العجز التجاري اللي خرجنا به، لا سامحني، العجز التجاري، لا لا سامحني، العجز التجاري اللي خرجنا به طبعا. هاني عطيتك باش تكون مطالبين غدوة في البرلمان، هاني عطيتك رقم طبعا، عطيتك رقم وهو الرقم الاهم. العجز اللي خرجنا به في 2018 هو 19.3 مليار دينار في سابقه، اول مره تونس توصل الى هذا العجز. انت ديما تتكلم وتحب نعطيك نسبه جانفي، نعطيك نسبه جانفي 2018 و2019 حافظه درسك. ايوه انت ديما تتكلم على الزوالة، انت ديما تتكلم على الزوالة وتقول انه وليك قلت انه التوانسة يعني المقهورين والطبقات والطبقة يعني الوسطى اللي اليوم ولات مقهورة هي نفسها. قديش المنحة اللي تقاضى فيها العائلة المعوزة في تونس شهريا؟ ما عنديش فكرة بالضبط. تاخذ 180 دينار شهريا. باهي قديش عدد العائلات المعوزة في تونس؟ ما عنديش العدد. علاش تحب عندي الأعداد؟ إيه أنا قول ليش باش تعمل لهم؟ عندنا 200 قول ليش باش تعمل لهم؟ إيه قول ليش باش تعمل لهم؟ مش قول لي قداش؟ قداش هذاك أن ديتاي ننطلقوا منه باش نصيغوا السياسة الاجتماعية؟ أنا نسأل، ما تقوليش قداش؟ وخليني نعطيك حاجة، أنا صحفي، خليني نعطيك حاجة نوجه لك. إي وجه لي الأسئلة، وجه لي الحل، لست مطالبة يعني بأني نحفظ الأرقام. إي أنا حبيت نخرجك شوية من الجو نتاع النهضة وجو السياسة والجو هذا طبعا موجودين وحاضرين، بعد على اعتبار انه راهو رجل السياسة. واسالني شنو باش تعمل في هذا ولا هذا. السياسي سيدة عبير سواء كان رجل ولا امرأة، السياسي راهو مطالب ان يخوض في كل المجالات وكل المسائل، في كل المجالات طبعا، ويفترض انه تكون عنده حلول للمشاكل طبعًا كل طبعًا الاقتصادية طبعًا والسياسية طبعًا والقضائية والاجتماعية. هيد نحكيو به، اسالني على الحلول مش على الارقام، لاني انا الرقم توا كي نحل الكارنيه نتاعي توا نلقاه. اعطيني الحلول. انا سالتك على بعض المؤشرات نعرفهم، بعض المؤشرات نعرفهم. ما تعرفهمش علاش ما نعرفهمش؟ هذه هذه اللي قلتهم لك توا نعرفهم. انا مانيش مطالبه نحفظ الارقام الكل. عندنا مشكله كبيره في تونس اسمها كتله الاجور اللي ضخمت اكثر من اللزوم. به اعطيني بريفمون شنو كيفاش تنجم تحل هالمعضله هذه اللي حاروا فيها كل الحكومات. ساعة ما يلزمكش تقول لي شنو باش تعمل باش تحل المعضلة هذه، يلزمك تقول لي علاش وصلنا لهذا. هذا المهم. لا 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 هذا المهم، لأنك أنت ما تمشيش للحل في آخره. بمفعول الانتدابات المتتالية من عام 2020. وعلاش؟ وعلاش؟ الانتدابات شنية؟ من حكم الترويكا إلى يوم الناس. علاش؟ علاش؟ لأنه صار فساد إداري، لأنه صار فتح الباب. لا خلينا عاد هذا اللي فيه، لأنه صار فتح الباب اليوم لهذه الانتدابات. هذه أسباب يعرفوها التوانسة. تفضل أعطيني الحل، شو مش تعمل؟ ما فماش حل سحري.
فما انه اليوم ندخلوا انت عبير موسى، انا عبير موسى الحزب الدستوري غدوة في الحمله الانتخابيه اش مش تقول للتوانسه باش تحل المشكله هذه، مشكله كتله الاجور الكبيره اللي واصله على فكره مش عطيك الرقم 16515 بليون دينار. فاش تحل لهنا مش باش تحلها بعصا سحريه، اما باش تجي اول حاجه ساعه تعملها توقف النزيف نتاع الانتدابات العشوائيه اللي قاعده تصير واللي مازالت قاعده صايره واللي تعمل فيها هيئه ما يسمى الحقيقه والكرامه. هذه حاجه. الحاجه الثانيه باش تدخل انت، باش تدخل انت اي كلام خلينا نكمل اللي ما قالوش الاحزاب الكل انه اليوم عندك قرار اطاري اللي تمت المصادقه عليه واحنا تعنين فيه قدام المحكمه الاداريه، وهو من ضمن الحلول هذه هو انه مازالوا باش يدخلوا للوظيفه العموميه. دونك فما نزيف يلزمه يقف اولا. الثاني يلزمك تحل الحالات اليوم بالاداره بالاداره وتشوف هل العدد المهول سامحني هل العدد خلينا نكملوا يعني خرجوا العدد خلينا نكملوا تحل العدد المهول الموجود وتشوف شكون اللي فونكسيونيل سامحني تشوف شكون فونكسيونيل وشكون لا وتشوف مدى الحاجه تنجم انت تنجم تلقى اليات قاعد تنجم تلقى اليات نتاع تسريح وإعادة إدماج في محطات أخرى اللي هي في العجلة الاقتصادية. هاني قلت تنجم تلقى آليات تاع تسريح مقابل طبعا حقوق اجتماعية، وتنجم تمشي لإعادة الإدماج في محطات أخرى اقتصادية باش تدور بها، لأنه أنت باش تدور عجلة الاقتصاد يا سيدة عبير، مش الوظيفة العمومية هي اللي باش تدور، وعندنا أزمة مالية عمومية باش تحركوا. إذا كان عندك وباب الانتداب مغلق عنده عام، طبعا يلزم الميزانية العامة للدولة التونسية طبعاً لا تسمح بانتدابات. طبعا هذاك علاش قلت لك إيقاف تسريح النزيف. أي وأنت تقول لي تسريح إيقاف النزيف تشوف الحالات اللي تنجم تعمل أنت فيها تسريح أنت تحب وتعمل الترشيد نتاع الموجود. سيدة عبير أنت تحب تحل المشكلة مشكلة أخرى. لا هاني نعطيك حاجة أخرى بالتوازي. كيفاش باش ترد الناس يا أخي؟ باش تردهم؟ خليني نقول لك عاد، أنا ما نقولش باش ترد الناس. عمره ما يجي شنو تسريح وشنو ترد؟ سامحني عاد. هو الحاج موسى هو موسى الحاج. التسريح يكون في إطار بلان سوسيال وبالاشتراك مع الاتحاد العام التونسي للشغل. هذه حاجة. الحاجة الثانية هاني نقول لك. هذا كلام تخيل. خلينا نكمل أنا، خلينا نكمل ما يصيرش كلام عام. الحاجة الثانية ساعة، راهو مشكلة تونس مش كتلة الأجور. المشكلة نتاع تونس كان تجي تقارن أنت حجم كتلة الأجور ماهيش هذيك المعضلة. المعضلة اللي في المقابل ما عندكش خلق ثروة، وفي المقابل ما عندكش اقتصاد يدور. دونك تمشي ترجع الانتاج وتمشي ترجع عجلة الاقتصاد وتمشي تنقص المديونية وتنقص الرهنية صندوق النقد الدولي، تولي كتلة الأجور ما عادش تمثل هذه المعضلة الكثيرة. كيفاش مش تنقص في المديونية؟ طبعا ترشد نفقات الدولة، ترشد النفقات. انت اليوم في بالك في بالك ساعه عبير. في بالك في بالك ساعه يهديك ربي خلينا نكمل. هذه مشكله ما تتحلش. معناها نسكروا ايدينا ونقعدوا. تونس اليوم يعني الاقتصاد تمويل الاقتصاد التونسي راهو ما يتم الا بالاقتراض الخارجي. ليه ما عندناش فلوس؟ ليه خلينا نقول والماكينه نتاع الانتاج باركه باش تتحرك وانت من فوق. دورك انك تحركها. اي منين مش تجيب فلوس؟ لحظه 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 خلينا نجيب الدوله اليوم الدوله التونسيه الحكومه تتسلف من البنوك باش تخلص موظفيها وتقترض من برا باش تمول الاقتصاد الوطني باش العجله تدور. تقف الكارثة هذه لازم خلينا نتكلم. هذا خطاب الجبهة الشعبية وهذا كلام وهذا كلام عاد. هذا كلام قالوه الجبهة الشعبية. شوف سي ناجي أول مرة أول مرة أول مرة نشوف واحد يسأل وما يحبش يجاوب. خلينا نجاوب. شنو اللي قلت عاودوا لي؟ عاود لي كلامي تو. أنت قلت نوقفوا المديونية. خليني نكمل. نوقفوا المديونية الخارجية. لا مجال أنك اليوم نمشي للخارج. اليوم تراجع الإنتاج. اليوم تكون عندك دولة حاجمة ترجع الانتاج نتاع الفوسفات وترجع الانتاج نتاع البترول. عطيني شركة فوسفات قفصة، كيفاش مش ترجع؟ طبق القانون، ما فماش حتى انسان عنده حق انه يعطل عملية الانتاج. اليوم اللي صاير هو تخاذل الدولة في تطبيق القانون. اليوم كان عندي مليار دولار بينيفيس نت تعمله لي الشركة هذيك حرمتني انت منهم. انا اليوم نطبق القانون ونرجع عملية الانتاج. انت تعرف انت كنت مسؤوله في التجمع وتعرف شنو اللي صار في الحوض المنجمي عام 2008 وقت اللي بن علي حب يحل المشكله
بقوته بالقانون مش بقوته بالمؤسسة الأمنية بالقانون وتعرف شنو اللي صار بالقانون وكانت هذيك بداية النهاية بالقانون لنظام سياسي بالقانون ما فما حد فوق الناس القانون الناس اليوم ونحي الفساد اللي موجود في صفات قفصة الناس اللي عاملين نحي الفساد اللي اليوم خالق المشاكل في شريط صفات قفصة في صفات قفصة شو طبق القانون على الناس الكل شو تطبق القانون اي هرجو قال كيفاش دلي اعطيني كيفاش بالضبط خلينا نجيو بيه تفضل نجي وريتو ناخذ الملف نتاع الشركه ونجي ونعملوا لايف للمواطنين ونجي ونطرحوا وين اليوم المشكل شنو اللي معطل الانتاج تاخذ اجراءات كي تاخذ اجراءات لازم الناس الكل تلتزم بيها ما لازمكش تخاف انك تاخذ اجراءات قانونيه باش ترجع الانتاج وتكافح الفساد لانه اليوم فما ملف فساد كبير في ملف الفوسفات وفي الشركه وهو اللي يحرك واللوبيات نتاع الفساد قاعده هي تحرك في الفوضى وقاعده تحرك في برشا حاجات لانه الدوله اليوم ما تحبش تتحمل مسؤولياتها احنا ندعو الى انه الدوله تتحمل مسؤولياتها خلينا نتعداو للاخر ركن في الحوار هذا سيد عبير فضل. هو ركن رايك فيهم مش تعديك مجموعه من الشخصيات والصور ماذا بيا تعطيني رايك فيهم بصراحه كما تعهدت به سيد عبير موسي في ركن رايك فيهم مش تعدي لك مجموعه من الشخصيات باش تعطيني رايك فيهم بصراحه طبعا هات تشوفوا الشخصية الأولى شكون راجل غنوشي رئيس حركة النهضة رأيي فيش معنى رأيك فيه باختصار يعني لن تنطلي حيلك ونحن لهيب المرصاد به هات نشوفوا الشخصية الثانية سيد باجي قايد السبسي رئيس الجمهورية رايك فيه شو تقول عليه بالضبط ستتحمل المسؤوليه التاريخيه عما وصلت اليه البلاد في 2019 نظرا لعدم وفائك بالتزاماتك الانتخابيه اللي قدمتها في 2014 شنو هي ابرز الالتزامات الانتخابيه اهم اللي شيء هو انه توافق مع الاخوان في حين انه الناس صوتت له باش يزيحهم هو يقول انه توافق معهم للضروره لا مش وانه التوانسه ما عطاوش لنداء تونس الاغلبيه المطلقه باش يحكموا عطاوا نداء تونس واعطاوا لحركه اربع سنوات في الشيفات العسل ولا التوافق نتاعهم استراتيجي ولا يتباهوا به ولا يفتخروا به اللي يبدا ملزوز يقول لك انا على غالب هاني موجود في حدود ما تقتضيه مصلحه البلاد اما هما لا ما فما حد اجبروا انه يمشي لهم المؤتمرهم، فما حد اجبروا اللي ولا الفاتق الناطق في البلاد الغنوشي، حتى ما اجبروا انه يعملوا تنسيق بين الكتل نتاعهم، حتى ما اجبروا انه يمكنهم من مفاصل الدوله تقتضي لا 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 انه لا لا يتحالف كما تجاوز ذلك يتحالف مع حركة النهضة وهو وقت اللي يتقدم للناس يعرف اللي النظام السياسي هذاك وما كان عليه الا انه يقول لهم راه كان ما اعطيتونيش الاغلبيه راني باش نتحالف، اما هو عارف النظام السياسي وعد واخلف وعده واليوم نقول له انه موضوع الجهاز السري كان الباجي قايد السبسي تكون عنده الاراده السياسيه انه يستعمل صلاحياته فيما يخص الامن القومي سيكشف الحقيقه وتوا راهو محاسبه لمن اذنب اما اليوم مانيش قاعدين راهو فيها هي تعطيونا الشخصيه المواليه باهي رئيس السابق رئيس المؤقت السابق محمد مصف المرزوقي لا أقيم لا أقيم العملاء لا أقيم العملاء العملاء نعم كلمة كبيرة هذه طبعا علاش عملي اللي صحح مع أوباما على أساس غطاء أنه باش يرسي الديمقراطية في البلدان العربية أو في البلاد نتاعنا لا يمكن تصنيفه إلا بهذه الصفة ومن يهدد التوانسة ويقول لهم اللي يمس من قطر راهو كذا وكذا هذا ما ينجمش يكون عنده صفات الوطنية وهذا قلناه له ونقوله له ويحب يتفضل يشكي بينا هو حر أنت تحب يرفع بيه قضية يتفضل أما الحقيقة هذه ثابتة به على كل يقعد حق الرد لي يتفضل منصف المرزوقي به نشوف الشخصية الموالية السيدة سامية عبو النائبة عن التيار الديمقراطي ما عندي حتى تقييم لها سوى انه الثورجيه نتاعهم والحقد اللي بثوه بعد 2011 ونسبه او منسوب الكره اللي ضخوه
في الساحة السياسية واللي أديت للإقصاء واللي أديت لإفراغ الإدارات من الكفاءات واللي أديت إلى انهيار مؤسسات الدولة، هما يتحملوا عليه المسؤولية وإنهم حطوا يديهم مع الخوانجية وحكموا معاهم، وبالتالي اليوم راهو نقولوا أنه التاريخ قاعد يسجل كل المواقف. اليوم محمد عبو ينتقد في حركة النهضة والنقد متاعه نقد ديما قبل أشهر من الانتخابات الناس كل تولي تنتقد، لكن احنا التاريخ ثابت انهم حكموا معاهم وقت الترويكا سي بي ار حكم مع الخوانجية، وانه منسوب نجم نقول لك الخوانجية استفادوا من منسوب الثوراجية والحقد والبغض اللي هما بثوه في الساحة السياسية والخوف اللي عملوه عند المواطن التونسي وعند الكفاءات التونسية، افرغوا الساحة، هما افرغوا الساحة للخوانجية باش يحتلوا المكان اللي هي فيه. هاتي شوفوا الشخصية الموالية شكون؟ يوسف الشاهد رئيس الحكومة، اش تقول عليه يا عبير موسي؟ نقولوا له جاتك فرصة من ذهب ما كنتش تحلم بيها، لا مؤهلاتك ولا تاريخك السياسي ولا كفاءتك تأهلك ليها، جاتك فرصة تاريخية أنك تدخل التاريخ من الباب الكبير كشاب باش يحكم دولة كيما تونس، لكن طلعت ماكش في المستوى المطلوب. كان ينجم وغلب يعمل خير من هكا، كان ينجم قلت لك يدخل التاريخ كشاب انه حزبه تخلى عليه البلاد، لكنه ودخل في قطيعة، اختار اليوم انا تقييمي تونس تخلى اختار في قطيعة موقعه الشخصي على حساب المصلحة العليا للبلاد جمده العضوية وحقق أسوأ أرقام اللي تحبني اني نحفظها، أسوأ أرقام اقتصادية حققها في ثلاث سنين هذه. نحفظ البعض ويغيب عني البعض وهذا عادي جدا. توا أنت معناها باش تأثث خطابك في الحملة الانتخابية. إي عندنا برشا أرقام، نجم أنا نعرف برشا أرقام ما تعرفهمش أنت. ونجم أنت تسألني على رقم أنا مستحضروش. ماهوش مشكل. دونك يلزمك تعرف الأرقام على الأقل. قداش ميزانية تونس؟ قداش ميزانية تونس؟ نسألك أنت يعني. لا عاد أنت ما تسألش حتى أنت صحافي. قداش ميزانية تونس؟ ما نجاوبكش. أنا نسأل. إي حتى أنا نجم نسأل ساعة ساعة. حتى نجم نسأل زادة. حبيت نبين لك اللي تنجم تحفظ أرقام وأرقام تغيب عليك، إذا هو هذا رأيي فيه للأسف الشديد. اليوم فما عملية تفريط في السيادة الوطنية ممنهج وهو قاعد يخدم في أموره الخاصة. خلينا نشوفوا الشخصية الموالية. تفضل. حامد القروي مؤسس الحزب الدستوري اللي أنت رئيسته. وكان وزير أول سابق وكان مسؤول في حزب التجمع السوري الديمقراطي المنحل. كيف سي حامد للأسف الشديد فوت على نفسه الفرصة أنه يدخل للتاريخ. أنا نعطيك رأي أنه يدخل للتاريخ من الباب الكبير بأنه الشخصية السياسية الوحيدة اللي سلمت المشعل عن طواعية لجيل آخر، جيل الشباب، لكن للأسف الشديد ما وصلتش معانا المسيرة. ومن بعد الخط السياسي للحزب اللي هو رافض الخوانجية، انت ما ساندتش الخط السياسي متاعنا، وليت انتصبت الدفاع عليهم هما وتحبنا نقول عليهم منافسين، وهو ما أدى إلى القطيعة. نتأسف لذلك، لكن خطنا السياسي اليوم يحفظ الأمانة ويواصل الرسالة. نشوفوا الشخصية الموالية. السيدة سهام بسدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة. ستحاسبين على كل الدمار الذي تسببت فيه منذ حلول هذه الهيئة المشؤومة. واليوم يظهر لي تقرير دائرة المحاسبات يعني ظهر. احنا رافعين عدة قضايا ومازالوا في طور التعقيب، وفما اللي مازال قدام المحكمة الإدارية اللي عملته من خرق مفضوح وصارخ للقانون ولأبجديات حقوق الإنسان ولأبجديات الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان والفساد الإداري والمالي اللي أكدته توا دائرة المحاسبات في آخر تقرير، هذايا يجعلها غير كفأة وغير مؤهلة إنها تكتب الذاكرة الوطنية، غير كفأة إنها تعطينا الذاكرة الجماعية، ولا نعترف بتقريرها. رفضتوا المحاسبة وأنكم ما تحبوش تعتذروا وأنكم ما تحبوش تعتذروا من الشعب التونسي. هي تعتذر عليه ما فعلته في هذه السنوات. الشعب التونسي لم يطلب منا اعتذار. الشعب التونسي طلبت منكم الاعتذار. لا لم يطلب منا الكرامة. ما هيش مؤهلة باش تطلب منا الاعتذار. هي بيدها اليوم تعتذر للشعب التونسي ولن يقبل اعتذارها على الخروقات اللي عملتهم،
وعلى الفتنه اللي عملتها طبعا خروقات القانونيه اللي احنا علاش عملنا قداش من قضيه. يعني اليوم عندها من 14 اكتوبر 2016 الى يومنا هذا وهي تنشط بتركيبه غير قانونيه وكل قراراتها باطله، وتقدمنا بقضيه للقضاء وتحصلنا على احكام ضدها، ولليوم مازالت القضيه منشوره امام محكمه التعقيب. 31 ماي صوت مجلس نواب الشعب على انهاء عملها، تجاوزت ذلك وقعدت 6 شهور ولا 7 شهور تصرف في المال العام بطريقة غير قانونية على مرأة ومسمع من الجميع، وبذلت المال هذية وشكينا بها وتقدمنا ضدها بقضايا، واليوم مازال منشور أمام المحكمة الإدارية قضية إدارية ضدها. شكرا لك سيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، شكرا على رحابة الصدر، ولو انك برشا أسئلة ما جاوبتش عليهم. جاوبت على كل شيء، كان عندك ما تحب نزيد نجاوبك نجاوبك، كانوا يعني وما عجبك حتى خلي الرأي العام يقيم. منيت انه ان شاء الله يكون على كل الانتخابات القادمة هي الفيصل بين الجميع، الفيصل بين الجميع. شكرا لك، شكرا لكم، نتقابلوا في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم من برنامج وما خفي على قناة كارتاج بلوس. صباح الخير.